أعلن محافظ المنيا اللواء عماد كدواني عن نجاح الوحدات المحلية بالتعاون مع الجهات الأمنية في إزالة 570 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك للدولة ومبان مخالفة، وذلك ضمن الموجة 24 لإزالة التعديات التي انطلقت المرحلة الأولى فيها في 12 من أكتوبر الجاري. وأكد كدواني أن الحملات ستتواصل في جميع مراكز المحافظة طوال المرحلة الأولى من الموجة والمستمرة حتى الأول من نوفمبر، على أن تستكمل المراحل التالية من الموجة حتى نهاية العام في 31 من ديسمبر القادم.